اهلا بحضراتكم. هنتوقف اليوم مع احد اصحاب المقام الرفيع في دوله التلاوه، لم يصلنا من تراثه الا القليل جدا جدا من التسجيلات لدى الاذاعه، هو فضيله الشيخ علي محمود. وصفوا المعاصرون له بان صوته كان يحوي كل الالات الموسيقيه، وحتى وصلوا في مدحه وفي الثناء على صوته وعلى ادائه في تلاوه القران الكريم وفي الانشاد الى ان الطير في السماء كان يتعطل نتيجه حلاوه صوته لانه كان بيستمع الى صوت الشيخ علي محمود رحمه الله عليه. اليوم نتحدث عن هذه القامه والقيمه في مصر دوله التلاوه. وكذلك مكنا الارض ولنوع ولنعلمه من الله على كان الشيخ علي محمود اسطوره كل العصور تميز في تلاوه القران وفي الانشاد فكان سيدا للقراء واماما للمنشدين امتلك صوتا يستند الى معرفه موسوعيه بالاصوات والالحان وتعلم علوم القراءات حتى قيل انه كان يجمع في اوتار صوته كل الات الطرب رحم الله الشيخ الرائد علي محمود حضرتكم اليوم هنتوقف مع فضيلة الدكتور علي جمعة حول سيرة هامة في دولة التلاوة وهو فضيلة القارئ الشيخ علي محمود رحمة الله عليه فضيلة الدكتور أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا بكم أرحب. <applause> ماذا تقول أولا فضيلة الدكتور عن مفاتيح شخصية القارئ الشيخ علي محمود رحمة الله عليه في التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله السلام. وصحبه ومن والاه الشيخ علي محمود فلتت زمانه ولد 1880 يعني هو أكبر من الشيخ محمد رفعت بسنتين ومعناته أنه كان عنده 39 سنة لما صورة 19 طلعت يعني راجل كبير أبوه وداه الكتاب وحفظوا القرآن لكن وهو عنده 15 سنة مات أبوه علي محمود كان أصيب في صغره في عينه فضر يعني بقى كفيف حزن قوي على أبوه وده بيدلك على شيء مهم وهو رقة المشاعر لأن ده هيفيدنا في إدراكنا لهو تعمق أوي أوي في الموسيقى إزاي الراجل ده شرب الموسيقى شرب وأخد بالك يعني هو تشبع بالموسيقى ملأ جوفه كده بالعلم من أصعب العلوم الرياضية والنسب التأليفية فالشيخ علي محمود كان من أولئك حس مرهف كان فيه راجل اسمه الشيخ مصلح وكان يعملوا مع بعض يعني القراية والمديح وكذا إلى آخره ويعجب قوي بصوت علي محمود وهو صغير خدوا معاه البيت علشان يفطروا كده فلقى دخل في انهيار في البكاء علي محمود فقال له مالك يا, يا علي؟ قال ابويا مات قال له يا ابوك مات دي سنه اه من زمن يا اه جابو. واخد بالك بس ده بيدلنا على ال 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 النفسيه اللي احنا معانا دلوقتي اللي اسمها علي محمود مرهف الحس مع مجموعة الناس اللي كان علي محمود كان يحب قال البيت قوي وكان وهو راكب العربية قبل ما يحصل سيدنا الحسين ينزل علشان ما يصحش يمشي راكب قدام سيدنا الحسين يا خبر ابيض وبعد ما يعدي العربية يركب تاني بقى يعني الفترة بتاعت المسجد هي يمشي على رجله يمشي على رجله اه فبرضه ده يدلك على يعني في حاجه في نفسيه مرهفه وبتتعامل مع الاشياء بهذا المستوى ربنا قيض له مجموعه من الناس منها كان واحد علمه التلحين ولما الواحد يتعلم التلحين مش ضروري يكون صوته حلو لان النغم ولذلك تلاقي مثلا كمال الطويل ولا مثلا بليغ حمى ما بيغنوش الصنباطي ما بيغنيه يغني له كده قطع ولا لكن ما هوش مغني انما ملحن وايه بقى استاذ الملحنين الصنباطي شوف عمل ايه اكتر من ألف مقطوعه لحنها فعلي محمود تعلم التلحين فتبحر في الموسيقى على ايد راجل كان راجل عظيم جدا وحجة في هذا المجال كان اسمه ابراهيم المغربي مم. فربنا قيد له ابراهيم المغربي ده هو اللي عمل هذا الانسان اللي هنشوف مين تلامذته حتى قال مولانا إنه هو كان صوته بيجمع الالات الموسيقيه كلها ده كراي الادباء والمعاصرين اللي ال بيقول لك الاوتار بتاعه صوته مم. جمعت الالات حقيقي. واخد بال سيادتك إزاي بس مش هو ده الأساس ده الأساس في التلحين الأساس في إدراكه العميق للمقامات صح. صح. وفي إدراكه العميق لكيفية الخروج والدخول منها مم. والعلو بها صوته كان كله جواب يا جواب جواب في العالي كله كله في, في العالي فربنا قيد ليه برضو واحد تاني من الكبار الكبار اللي هو محمد المسلوب محمد المسلوب ده قصة يعني ده حاجة ايه وصل الى الغاية يعني يعني وكان من علماء الازهر وابراهيم المغربي كان من علماء الازهر ومن علماء القراءات ومحمد المسلوب علمه علم الشيخ علي محمود العربي ما هو في موسيقى عربيه مظبوط وواحد كان اسمه عثمان الموصلي ربنا خصصه عشان يعلمه التركي واخد بالك فالراجل بقى موسوعه طبعا موسوعه خليته ايه بقى خليته عبد الوهاب يروح يتلمز عنده يا yeah. هو علم عبد الوهاب علم محمد رفعت رغم ان كان في فرق في السن صغير يمكن اثنين إن ما انا قلت لك أنه دول إن سنتين مظبوط اه لكن محمد رفعت انبهر بال ده ايه ده؟ اه ده دي حاجه ده انا عايز منه وده مين محمد رفعت رحمه آه. الله عليه كمان؟ واخد بالك مم. ازاي؟ في سنه 18 قابل محمد رفعت قال له على فكره انت هتبقى حاجه في سنة 18 عشر. سنة 18 واخد بالك؟ <applause> ف... ف... فعلي علي محمود ده بقى نقدر نقول عليه ايه؟ أو يسموه هنا المرجع المرجع طب آه. كانوا بيعتبروه بس مجرد منشد وليس قارئ؟ ده جه لأنه هو فعلا أنشد وجه لما يتقدم للإذاعة <applause> فالإذاعة عندها في لجنة الاستماع قرار بأنه لا يجوز الجمع بين إعطائك رخصة كقارئ وإعطائك رخصة في نفس الوقت كمنشد لأسباب فنية الحقيقة أنا معرف ما أعرفهاش يعتبر ده فرع وده فرع تاني خالص ده فرع وده فرع لا يجوز الجمع بينهما في الاعتماد يعني ايه بيقول لك ما تقعدش تحيرنا هو انت منشد ولا بالرغم انه كثير من المنشدين زي الشيخ سيد نقشبان دي كان قارئ وعلي محمود طه كان من هذا النوع الذي جمع بين القراءه وبين الانشاد فهو قارئ ومنشد المهم الحاصل ان هذا الرجل من تلامذته مين بقى وجه اللي اتعلم عنده ام كلثوم من آه. تلامذته من اسمهان اتعلمت من ايوه اساتذه ام كلثوم ابو العلا محمد اساتذه زيت... علي محمود اساتذه زيت... وهكذا اتعلم عنده عبد الوهاب وتعلم عنده ام كلثوم وتعلم عنده اسمهان راحت علشان تتعلم لانه كان فريدا وحيدا كله ده باثر مين؟ ابراهيم المغربي خلي بالك مظبوط المفاجأة بقى اللي هي تفاجئ واحد زي أنا إن درويش الحريري تتلمذ عليه اللي هو شيخ المشايخ واللي علمنا آه المقامات. اللي هو شيخ رفعت وشيخ شيخ المشايخ وشيخ البنا وشيخ البنا و... وشيخ, آه كله آه درويش الحريري ده 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 يقولوا في الإنجليزي ايه authority يعني مرجع <applause> ده المرجع بتاع الناس دي كلها تلميذ علي محمود او معدود من تلاميذته يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في واحد بهذا الحجم وبهذا الله. ال 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 القمه نعم. علي محمود. طيب استاذن فضلتك نشوف امتى بقى بدا النجم يظهر نجم الشيخ علي محمود رحمه الله عليه وازاي الامور مشت وازاي قراءاته يعني ولو انها قليله يعني اللي وصلتنا موجوده حتى الان. أستاذن حضرتك وأستأذنكم بعض الفاصل أرجوكم خليكم معنا محيط وبحر من النغم، هذا الرجل الذي اذن بكل المقامات بل تفرع الى فروع المقامات والى الاسلوب الشرقي والغربي ابدع في الانشاد الى الى الان نرى الشباب والاطفال يقولون ما قدمه من موشحات واشهر اعماله مثلا مولاي كتبت رحمه الناس عليك فضلا وكرم. الشيخ علي محمود من الاصوات النديه الشجيه في تلاوه القران، تمكن لدرجه ابهر من هم متميزين في عالم الموسيقى، وسنعمل مقارنه بسيطه جدا بين اسلوبه في القراءه واسلوبه في الانشاد، نلاحظ في الانشاد يرتجل و يتحكم في صوته بهذا الشكل يا ايها المختار تكنيك صعب جدا اما في القراءه اعتمد على الاسلوب الصريح بسم الله الرحمن الرحيم لا ياتي بجمل نغميه او ياتي بعرب كثيره يعتمد على الاسلوب الصريح الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. رحم الله القارئ الأسطورة الشيخ علي محمود. وسط اجواء تحمل في طياتها روحا مصريه خالصه وبحي الجماليه العريق بالقاهره وبالتحديد في ضرب الحجازي كانت نشاه شيخنا الجليل الشيخ علي محمود وبداخل اروقه مسجد السيده فاطمه ام الغلام كانت البدايه حيث حفظ الشيخ علي محمود كتاب الله تعالى داخل كتاب المسجد ليصبح فيما بعد سيد القراء وإمام المنشدين. وبساحة مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، كان الآلاف من المحبين يهرولون كي يحجزوا أماكنهم قبل صلاة الفجر يومياً، ليتمتعوا بفضيلة الشيخ علي محمود وبصوته الفريد الذهبي وهو يتلو كتاب الله تعالى. مرحباً من جديد بحضراتكم ولسه الحديث متواصل حول فضيلة الشيخ علي محمود رحمة الله عليه برحب أيضا بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي قطع أهلا بكم صاحبي أهلا وسهلا أهلا بكم كان من الواضح كده ومن سيرة فضيلة الشيخ علي محمود أن مأتم ما الملك فؤاد سنة 36 كان نقطة تحول بالنسبة له مش كده؟ ما بسميهاش أنا نقطة تحول بقدر ما سميها الفرجه التي استطاع ان يدخل منها لانه م. علي محمود كان مشهورا وكان مرجعا وكانت الناس بتروح اليه من كل صوب زي ما قلنا ام كلثوم وعبد الوهاب واسمهان بالاضافة إلى طه الفاشني، بالاضافة إلى زكريا أحمد، بت... ناس كبار قوي طبعًا. كانوا يذهبون حتى يتعلم بالاضافة طبعًا. إلى الشيخ درويش الحريري مم. حاجة حاجة تانية، فهو موجود لكن مش عارف يوصل للإذاعة، فجه مأتم الملك فؤاد رحمه الله تعالى، والمأتم ده استمر ثلاثة أيام على ما جرت عليه العادة أن الكبار والأعيان وكذا يقعدوا ثلاثة أيام لأنه لا حدادة فوق ثلاث فبرضه بيلتزموا بالحديث النبوي وفي نفس الوقت بيحيوا الليالي دي مين اللي بيحيي هذه الليالي تلاتة الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد الصيفي إمام الأئمة وبدر التتمة علي محمود بيقروا والإزاعة بتزعلهم على الهوى فبدأ الناس يسمعوا حاجه خطفتهم خادتهم وقفتهم لغاية ما كان من ضمن الحاجات عبد العزيز البشري ابن سليم البشري شيخ الجامع والأديب المعروف عبد العزيز البشري الله يرحم الجميع عبد العزيز كان أديب وكان صديق حافظ إبراهيم وكذا إلى آخره وكان ليه كده طرف فمن ضمن التراث بيقول ايه الشيخ علي محمود لما بيقرا بيعطل السماء فقالوا له بيعطل السماء يعني ايه قال ما الطيور بتقف تسمعه يا الدرجة دي <applause> فبيحصل زحام يعني بيحصل زي العربيات لما ايه تسد أوه. الشوارع واقفة وقف يعني. علشان اه يفكرنا ده بالراجل الكمساري المسيحي اللي كان بيوقف خط خمسة من الترمواي علشان مسجد فاضل يسمع فيه الشيخ رفعت فوقفت الدنيا ليه قال علشان علي محمود بيقرا مين اللي وقف بقى الطير في السماء شوف يعني الخيال بتاع عبد العزيز البشري رحمه الله تعالى وشوف بيقول كده ليه بيقول له الله ده انت هتجنن ده انت كده وقفت حركه السماء السماء هم ماشيين في الفضاء الفسيح لكن بالشكل ده يقفوا طب ما هو لما يقفوا يا عبد العزيز يقعوا <applause> لكن المهم الحته الخياليه بتاعته دي الحلوه اللي بيوصف بيها سيدنا الشيخ علي محمود فعلي محمود دخل الاذاعه من هنا قالوا له لا تعالى بقى وفي يمكن سنة 39 حاجة زي كده كان هو وصلت شهرته إلى إيه؟ إلى إنهم خدوه في الأذان وفي القراءة في السينما المصرية في السينما في السينما 1933 اشترك في فيلم اسمه أولاد مصر وفي 1936 شوف قبل ما يدخل الاذاعه بقى 39 اشترك في فيلم اسمه الحل الاخير واخد بالك ده يدلك يدل على انتشاره وتمكنه من من الحاجه بس هو الاذاعه هي اللي اتاخرت شويه علشان يعني. حكايه الجمع بين الانشاد والتلاوه فضل يؤدي ما عليه حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 1943 ومعنا عشرين من القرن الماضي يبقى 63 يبقى إذن انتقل وهو ابن 63 سنة هذه الشخصية المبدعة هذه الشخصية فيها استاذيه وكان اداؤه وصوته مبهر رحمه الله على فضيله الشيخ يعني واحد من اعلام القراء الشيخ علي محمود يعني طبعا كنا نتمنى ان يكون في ارثه يصلنا اكثر من كده ولكن يعني على كل رحمه الله عليه يعني. على كل حال مصر ولا طبعا مصر ولا وعلى دايما كل حال دايما. في هذا البرنامج اللي بنذكر فيه الاكابر دول على سبيل المثال آه طبعًا. آه طبعًا. ولكن حصر ما هنالك من 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 دوله القراءه آه. متعذر طبعا لانه شفنا ازاي بيخرجوا وبيخرجوا بسهوله طبعا ليه؟ لانه الجينات جاهزه <applause> لا والبركه جاهزه وربنا سبحانه وتعالى يقدر لهذا البلد الخير كله يا رب اللهم امين شكرا جزيلا في الدكتور علي شكرا لك الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء فضل صورة التكوير فضل عظيم فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت رواه الترمذي وأحمد في مسنده